تمسوا او تصبحوا نتوما عرايس، وتمسوا او تصبحوا نتوما عرايس، وتمسوا او تصبحوا ونصبحوا على حجاج. كيف بقيتي ولاباس؟ كيبقاو المهمات الحبيبات؟ نتمنى الله تكونوا كلكم على خير وفي صحه جيده ومرتاحين ومهنين ومسلين. قالوا ناس زمان ما تتكبر هي المزباله، اسمحوا لي لهذه الجمله، ما تتكبر هي المزباله وما تصغر هي الجامع، متواضع لله رفعه. ماشي حتى نكونوا معروضين وتنجي وتبقى واحد النوع كاين وما تنعممش تيجي لاخر لحظه وتيجي تكون الدنيا تبارك الله عامره ولا قليله وتدخل عاهزه من خرها للسما وتتشوف ما تتشوف لا اليمن لا اليسار، كانها ماشي الطاووس، الطاووس بعد عنده علاش يتنفخ، كانها ديك الديك الرومي، كانها بيبيه، شفتوا بيبيه فاش تتنفخ وتمشي هكاك دايره؟ هذاك ما تيزيدك لا تواضع، ما تيزيدك جمال، ما تيزيدك اناقه، ما تزيدك همه وشان، ما تيزيدك احترام، ما تيزيدك وقار، بالعكس هذاك هو اللي تيطيح من قيمتك، هذيك هي العجرافه، هذاك هو اللي تكره الناس فيك، هذاك هو اللي تيقول يعني ما يشمئز منك، هذاك هو اللي ما صالحش. كسيدات الله تعالى شوف متواضع لله رفعه، ماشي لا توضعتي ودخلتي، ملي تندخلو تنكونو معروضين ما فيها باس، تنشوفو على اليمين ابتسامه، تنشوفو على الشمال ابتسامه، تنشوفو اللي قبالتنا ابتسامه، تنلقيو السلام وتنجلسو، تنجلسو في وسط الناس او في الجنيب، ماشي تنخليو كلشي وحنا نمشيو بوحديتنا كاننا نازلين مع فنانين. هذاك ماشي تيقولوا له يعني راك واحد النوع بلا ما هذا، هذاك ماشي راني حيت انا مثلا لاباس عليا برجوازيه ولا انا شي دكتوره ولا انا شي حاجه، راهم تبارك الله هما اميرات ومتواضعين، راهم صلى على النبي فين واصلين لنا زاوت واضعين، راهم صلى على النبي مهندسات ومتواضعين. هذيك تيقولوا لها التربيه الحسنه، هذيك تيقولوا لها التواضع. منين تتواضعي الله تعالى تيعطيك السر، تيعطيك القبول، تيعطيك العز، تيعطيك النصر، تتخلي الناس يحترموك، تتخلي الناس يحبوك بوحدهم يعني بدون طلب. هذيك هي المراه اللي تنعرف انا واعيه، المرأة المغربية اللي كانت شحال هادي، الفتاة المغربية، ماشي معناها مثلا عاود ندخل وندير شي دجا مهين قبل وانا هاي واو يا فلانة وديك وديك ونبقاو نعيطو بالألقاب، اجي انت الدراعة، اجي انت الفعلة، باش نكون محبوبة عند الجميع. لا لا در لا درار، دائما تنمشيو مع تنتقدو تنشوفو شنو تيصلح لنا باش تتبقاي، لانك انت هي المدرسه، انت هي اللي تتخرجي الجيل كما تنقول دائما. ومني تنشوفو المراه تبارك الله مربيه في تصرفاتها في اخلاقها، تنعرفوها بانها تربات على واحد التربيه الطريقه يعني الحسنه، الوالدين ديالها اجتهدوا عليها الله يرحمهم. اما هي نولدوا ونطلقوا لا خليها على حريتها، خليها دير اللي بغات، حنا ماشي في عصر، حنا ماشي في عصر كانوا شحال هادي تيقولوا شبع وطبع وربي وتجي الموت وتاخذ، فهمتوا علاش؟ لان انك تتربي، تتربيو اجيال باش مني تتكبر داكشي كله اللي ربيتي هو اللي تطبقه. اما الا شافتك انت مفدوشه وديك الحاله وديك السحنه طبعا ما تخرج بحالك، الا شافتك ما عندك غرض طبعا تتخرج يعني ما عندها غرض، وهذا هو السبب اللي تيخلي الناس تكره بعض النساء، لا يعني تيكونوا مجبورين يعرضوا عليهم عندهم كيفاش يديروا لهم العائله مجبورين او يعني هي هذه، ولكن ما تيكونش مرغوب فيهم. ما فيها بس نجتهدوا على راسنا تنشوف الساعه ما بقيتش نحب نطول ما فيها باس، حنا كما تنقول لكم دائما محدنا في الدنيا وحنا تنتعلموا، الدنيا مدرسه، راه الدنيا مدرسه تنكبروا يعني وتنشوفوا شي حويجات تيصلحوا لنا تنطبقوهم. هذا ماشي نبقى انا نقلد فلانه او نشوف فلانه شنو لبست ندير بحالها، نشوف فلانه ديك اللون اللي دارت ندير بحالها، شفتي وحده داخله هكاك نقول اه داك المنطق غزال ماش ندير بحالو. لا، شخصيتك تتبقى شخصيتك ولكن تنخدموا على شخصيتنا، الا ما ربوناش ماشي عيب،
يعني تنصلحوا. ان ملي تكون سبحان الله العظيم تربيتي على يعني على الطريقه الحسنه، وعلموك كيفاش تجلس، علموك شنو هي الحاجه المزيانه، علموك تتكون ديك الشيء فطري عندك، تتكون جالسه على راحتك يعني هكذاك دايره. لانه من الاول هذا هو اللي علاش تنقول انا ما فيها باس نجتهدوا على وليداتنا فاش يكونوا يعني قد التربيه، نجتهد على البنات خاصة البنات. خاصة انا تركزت تعرفوني تنموت على يعني البنيتات والعيالات، لانهم تيكونوا سبحان الله العظيم كلنا ضعفاء تحت الله تعالى، لانهم هما اللي يستحقوا. اما راجل راه راجل يعني فيما كان تيتدمر فيما كان، وخا لابد هو، ولكن هذا ماشي موضوعي انا. دائما تنهضر على البنيتات على النساء. كيف ما قلنا رجعوا لموضوعنا، هذاك هو ولا مثلا منين يقدموا لك شي حاجة تقبح في نعمة الله، وانا ما تناخذهاش دائما، تنقولوا بسم الله تناخذوا. كنا ما تناخذوش الحويجة، عندنا واحد المرض اللي بحال دابا مثلا انا عود بالله ما قلت انا ما عندي يعني ممنوعة من اللاكتوز وممنوعة من الجلوتين، تنقول لهم سمحوا لي راني ما تناكلش اللاكتوز وما تناكلش لا 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 يعني لا الجلوتين، وتناخذ اللي تيصلح لي، او مثلا ما فيها باس يعني كيف ما كانوا تيديروا مواطنا شحال هذه، كنا يعني كانت ديك ملي تجي منا من العكس تنشمو ديك ريحه العطر، تنشمو ديك الريحه ديال العريق ديالها اللي كانت تجيب ديك كانوا ديك الطويصلات مذهبين وفيهم ديك ديك الكويغط هكذا تيدير فيه الوريضات، وتجيب من كل الحويجه حيت ما تتقدش تاكل ما تناكلو شي كلشي حنايا، ونديرو بحال اللي عمرنا ما شفنا ربح في الحفله، ونبقاو هي تنهرمو بحال اللي كنا في المجاعه. لا، تناكلو اللي تيصلح لنا، تنخليو ديك الشهيوات كلهم في الطير تنديهم معنا، ماشي عيب. هذه من عاداتنا وتقاليدنا المغربيه اللي ما تنحيدوهاش دائما. راكم شفتوا دابا تبارك الله رجع الشكل اخر، رجعوا خنيشات، رجعوا الابتساك، كلشي باش تنهز داكشي اللي حبيت وتنديرو وتناخذو معايا، حيت ما يمكنليش ناكل كلشي في في الحفله، ماشي ما خصنيش وهذيك ما ونقبح في النعمه ديال الله ونقول هكذا. لا لا، حتى الا ما او شفت واحد المنظر هلكني في صحتي، شفتو في يعني شفتو على اليوتيوب، اختي وحده دايره الافتتاح وعاطينها تقطع بالمقص ومدي لها التمر والحليب، ياك ومن عيب العيب 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 نعظم التمره هكذايا ونحطها لهم في الغطار، ابدا. اي هي هي تمره تبارك الله، كاين ديك التمر البجول تنعضو جوج عضيضات، والا كانت التميره صغيره تناكلوها كلها، ما تنعضوش التمره نصها ونحطو هكذايا النعمه ديال الله، وكلشي تيشوف فينا وحنا اللي ماشي نقطعو بالمقص ديك الاحتفال، وحنا تتعطي واحد الدرس ما شاء الله للجميع الجميع. دائما ترزنو ونراقبو حركاتنا ونراقبوا تصرفاتنا، ما تنقولوش يمشيو كي الاصنام وتصنعوا، لا حنا هي تنصلحوا. شفتي ديك اللبسه اللي تتكون مزيونه وناقصه واحد الشويش دروتوش، هذاك الشيء اللي تنديروا لها ديك اللبسه، تنبقاو نقدوها من هنا ونقدو لها الوريضه من هنا ونقدو لها باش ملي تتوقف تجي لبسه هكذا تدير. تنتمنى على الله من كل شيء كنت ضيفه ثقيله عليكم، وسعدكم مبروك ونهاركم مبروك، اللي عندها ممتح بتتصلى فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم ميتة أم سيدنا محمد كما تنقول لكم دائما، وتنحبكم لله، والفيديو الجاي بحول الله.